نروح لمنتخب مصر شويه، وخدوا بال حضراتكم منتخب مصر عنده ماتشين مهمين جدا في اخر الشهر ده. طبعا احنا مشغولين في ماتشات افريقيا، اهلي وزمالك وكمان شويه دوري عام، لكن في نهايه الشهر 25 29 على ما اتذكر منتخب مصر عنده ماتشات مهمه جدا. الجهاز الاداري للمنتخب الاول قرر بدايه انه يعدل ميعاد السفر لكينيا ليوم 23 مارس بعد ما كان محدد ليه انه يكون يوم 22 من نفس الشهر، والسبب في ده هو مواعيد وصول اللعيبه المحترفه في الخارج. يمكن كان الجهاز محدد قبل كده او مختار قبل كده تاريخ 22 مارس عشان يسافر بدري شويه للعاصمه الكينيه نيروبي، والسفر كان هيكون على طائره خاصه قبل ما يتم اقرار بقى الموعد الجديد او تعديل الموعد السفر ليوم 23 عشان يستوعب وصول المحترفين للقاهره. كابتن حسام البدري استقر على استدعاء مجموعه من المحترفين ابرزهم طبعا نجم ليفربول محمد صلاح، وتريزيجيه نجم استون فيلا، النني لاعب الارسنال الانجليزي، احمد حجازي لاعب اتحاد جده، واحمد حسن كوكا لاعب اولمبياكوس، ومصطفى محمد المتالق مع مهاجم طبعا جلاتا سراي في الفتره الاخيره. ويمكن اغلب اللعيبه دول عندهم ماتشات مع فرقهم هتتلعب سواء يوم 20 او يوم 21 مارس، عشان كده يمكن تكون فرصه ان هم يلحقوا ينضموا لمنتخب مصر يوم 22، وبعد كده يقدر المنتخب يتحرك بقى ويسافر لكينيا يوم 23. الجهاز الفني الحقيقه يمكن اعلن اسماء القائمه المحليه للفراعنه، او هيعلن الاسماء القائمه المحليه يوم 17 مارس، ده عشان مواجهتين مع كينيا ومع جزر القمر 25 و29 مارس، ودول بيعتبروا طبعا الجولة الخامسة والجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون اللي هتتلعب 2022. بقية اللعيبة هيتم اختيارهم طبعا أو الإعلان عن اختيارهم بعد ما شارك الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، وطبعا بعد مشاركة بيراميدز في بطولة الكونفدرالية، وده هيكون يوم 16 و17 مارس.